حسام عاشور، خليه يطلع لبيك تاني. مساء الخير على كل متابعي ومشاهدي موقع عين مصر نيوز، معاكم محمود حسن صحفي الموقع من هنا محافظ السوهاج بن حي. احنا دلوقتي موجودين داخل مكان الواقعة في منطقة تجارية مشهورة في محافظة سوهاج وبالتحديد مركز ومدينة طهطا. الواقعة بتقول تشكيل عصابة مكون من أسرة أب وأم واثنين أبناء وبنت شغالين بيسرقوا وراهم وهم بيلهوا البياعين. طبعا منطقة تجارية هنا في محافظة سوهاج بالتحديد شارع التجارة ده مشهور جدا في التجارة. خلينا نعرف القصة من البداية من صاحب الواقعة وضحية السرقة كريم. كريم سرق منه تليفونات حوالي 16,000 جنيه أو أكتر أو ما يزيد. هحكي لنا القصة وتفاصيل الواقعة من البداية. ازيك يا كريم؟ أهلا وسهلا. احكي لي القصة من البداية الأول. والله القصة حصلت أول امبارح، كان عندي تليفونين استعمال محطوطين في الباترينا، دخل واحد بجلبية وست منتقبة معهم ثلاث أولاد. أنا كنت شغال في بظبط كام فيديو للمحل على التليفون، بيسألوا على جراب ايفون 11، فانا طبعا ما عنديش جرابات الايفون، فقلت له لا ما عنديش. قال لي طيب ممكن حضرتك تلاقيه فين؟ قلت له والله ممكن تلاقيه في شارع المحكمة، او اديته على كم محل كده يروح لهم زي ما حضرتك شايف كده في الفيديو. اول ما دخلوا في فيديو تاني برضو باتجاه اخر، بيدخلوا المحل بالشكل ده اهو. دي بدايه الواقعه لما دخل عليك ده المحل. اول ما دخل على طول عند المحل ده الاب ودول الابناء كده، دي الوالده. اه بالظبط كده. في طفل تاني باين طبعا في الوقت الحالي. كان الطفل بيفتح باب الباترينا اللي معروض فيها الجهازين. طبعا الكلام ده ما خدش معايا دقيقه اصلا، يعني حاله السرقه كلها كانت دقيقه. خد الجهازين وشالهم في البنطلون وراح يأمن عليه الوالد بدراعه زي ما انت شايف كده عشان الكاميرا الناحية التانية كانت واضحة برضه في الفيديو. والولد أول ما خلص الأب بيبص عليه كده اللي هو خلص تمام، فطبعا جلس العيل الصغير جدد تمام كده تمام كده، فهيمسك الجيبة بتاعة الوالدة لو حضرتك هتركز برضه في اللقطة اللي جاية. والأب بيداري طبعا الناحية التانية اهو كده، هو ادى الإشارة للأم إن هو خلص بالشكل ده. طبعا الام ركزت عليه اللي هو خلصت تمام، فرحان العيل اهو مبسوطه الابتسامه على وشه ان هو تمت مهمته بنجاح. فطبعا زي ما حضرتك شايف كده خلص المهمه والكلمتين اللي هم المكان اللي انا قلت لهم عليه ومشوا. ده بالنسبه للفيديو اللي هنا. تابعين الكرام مستمرين مع حضراتكم في لايف جديد من خلال موقع عين مصر نيوز. احنا دلوقتي من داخل الواقعة، ذكرت لحضراتكم ان الواقعة بدأت وتفاصيلها بدأت بدخول اسرة مكونة من زوج وزوجة واثنين ابناء وكمان بنت. طبعا الفكرة غير معتادة، الفكرة ان الغير معتادة في ان الاطفال هي اللي تسرق والاب والام هو اللي بيأمن عليهم. طبعا كريم هو اللي بدأ بالتفاصيل وهو اللي قال، وخاصة في وقائع هو هيذكرها لنا دلوقتي، وقائع بجانب داخل المنطقة التجارية هنا في محافظة سوهاج. احكي لنا بقى الوقائع الثانية، ودينا انت قلت لي في التليفون ان في وقائع وتعليقات من الناس والتجار هنا بتقول نفس الكلام وتقول نفس الأسرة ونفس الأطفال. نفس الأطفال طبعا ونفس الأسرة، نفس الأطفال ونفس الأسرة برضو. وكان في تعليق بتاع واحد جار عندي هنا كان برضو مديني التحذير ان الاشخاص دي كانت بتسرق برضو في نفس المنطقة. هشوف لك برضو التعليق. يعني هم معتدين، الفكرة كلها ان هم معتدين برضو نفس النظام. يعني الفكرة كلها ان هم شغالين سرقة بس في المنطقة هنا. طبعا اشوف لك الفيديو. تمام. التعليقات. التعليقات. يعني يمكن هو لما هو ذكر كريم، لما ذكر الواقعه كريم لما ذكر الواقعه قال انه برضه في وقائع كثيره كانت في المنطقه التجاريه شارع التجاره المشهور بمركز ومدينه طهطا شمال المحافظه، وقال انه
الاسره دي معتاده في سرقه المحلات هنا، وهو كان بيقول انه الست دي المنقبه كانت عنده من خلال 15 يوم او اقل، اللي هو بمعنى صح انها بتامن على المحل، تشوف الثغرات اللي ممكن توصل بيها لمرحله انها تسرق او تبقى عارفه اللي موجود في المحل فتسال على الحاجه اللي مش موجوده. معايا برضو هنا الاستاذ محمود ابو زيد لو تكرم، كان برضو مدي نفس التعليق. هو بيقول فتحت شنطه قبل كده وسرقوها عند المكتبه، طبعا هنا مكتبه في الشارع مصطفى محمود داخل المنطقه التجاريه اللي حضراتكم بنتكلم عليها، وعارف اشكالهم. فاول ما شاف الفيديو بتاعي برضو قال لا ده الولد والبنت دول كانوا موجودين عندي هنا، وفي ناس بترد عليه فعلا كانوا ماسكين حد في منطقه شارع التجاره كده من اسبوع. فده اللي يعني حصل. بتقول حضرتك انه الاسره دي معتاده السرقه في المنطقه التجاريه هنا ويمكن مناطق اخرى داخل المحافظه. الاهالي بتشتري طبعا ملابس اطفال لدخول المدارس، بتشتري مستلزمات من المكاتب، الحاجات دي كلها طبعا. والفتره دي يعني احنا النهارده في الشهر 24، بدايه من يوم 20 بيبدا المرتبات تنزل، فبيعتادوا اللصوص. كنت بتتكلم معايا في الكواليس عن نقطه معينه زعلت زعلت عليها في المجتمع. ما اول حاجه ان اب وام يعلموا اطفالهم السرقه، يعني احنا ممكن لو عيل صغير زي كده سرق او حاجه زي كده بيتضرب او بيتعاقب في البيت عشان ما يحصلش منه حاجه زي دي، ما بالك اب وام هم اللي بيعملوا حركه زي كده وبيعلموا مهنه شنيعه لاطفال صغيره يكتسبوا منها لقمه اكل عيش ليهم. بصراحه فكره غير معتاده ان الاطفال فعلا هي، والفكره برضو ان هم مش من طهطه، يعني اللي حرامي ما بيكونش من طهطه، ليه؟ هيكون معروف فبيكون خارج المركز، يعني المراكز اللي حوالينا. انت ما رضيتش تتسرع؟ لا ما تسرعش، انا لحد النهارده انا ما عملتش بلاغ بالكراتين بتاعت التليفونات، برغم ان الكراتين موجوده معايا في سبيل ان حد ممكن يدلني عليهم، تبقى بالود، لان انا لو عملت بلاغ فهضطر ان انا مش هتنازل عنه، دي جريمه سرقه مش حاجه ضايعه. لا، وفي نقطه ثانيه حضرتك اتكلمت فيها انك سبت نفسك يوم. لا كامل يوم طبعا بعد السرقه، فيديو او اي انك انت كل اللي انا عملته ده في سبيل ان الوالد يجيب التليفونات ويسلمها لي، معلش ده عيل صغير وغلط. لكن اتضح لي بعد مراجعه الفيديو وتدقيق النظر في ملامح الوشوش، اتضح لي ان هي عصابه، ووضحت معاك يعني في الفيديو وفي الفيديوهات اللي انا منزلها برضه على صفحه المحل. طبعا الكرام مستمرين مع حضراتكم في لايف جديد من خلال موقع عين مصر نيوز. احنا دلوقتي قلنا لحضراتكم ان احنا موجودين من داخل الواقعه، من داخل اللي حصل، ومع كريم ضحيه سرقه تشكيل عصابي مكون من اسره كامله، زوج وزوجه وثلاث ابناء، الثلاث ابناء هم اللي بيقوموا بالسرقه والتامين على الزوج والزوجه. عمرنا ما شفنا كده. كريم ضحيه